ونبدأ بطبختنا حقت اليوم. بنسوي برجر أو شرايح الدجاج زنجر. أخذت هنا صدور دجاج، الصدر الواحد شرحته إلى شريحتين أساس أنه ما يكون سميك مرة. بتتبل بمجموعة من التوابل اللي عندنا: بودرة الثوم، بودرة البصل، الزنجبيل المطحون، البابريكا الباردة والحارة، وملح وفلفل أسود، بالإضافة للشطة. طبعاً نستخدم الشطة اللي أنتم تبون والكمية اللي أنتم تبون، مع شوي بعد من الصويا صوص، ونستخدم اللبن. وبسم الله نبدأ. بنضيف الفلفل الحار، بودرة البصل، وبودرة الثوم، والزنجبيل، والبابريكا الحلوة مع الملح، وهنا عندي الفلفل الأسود، ونحركهم كلهم مع بعض. طبعا بالإضافة للصويا صوص تقريبا ملعقتين إلى 3 ملاعق، واللبن تقريبا كاس اللبن، وهو يعتمد على حسب كمية الدجاج. طبعا آخر إضافة الشطة، ونفس الشيء قلت لكم الكمية اللي أنتم تبونها ضيفوها، يعني على قد ما تتحملون الحرارة ضيفوا، وممكن تستغنون، بس هي اللي بتعطيه اللذعة الحلوة. ونحركها كلها مع بعض، ونحاول ندخل كل المكونات وبلاستيك وندخلها الثلاجة ليلة كاملة. نجي الآن للمرحلة اللي بعدها. بعد ما شفته هذا متبل من البارح يعني ليلة كاملة، بضيف له الآن تقريبا نص كوب دقيق، واستمر بالتقليب كمريتس، استمر بالتقليب نص الكوب مع ملعقة كبيرة نشا الذرة اللي هو هذه، نشا الذرة اللي هو هذا، وانتم تقلبون حاولوا تطلعون من تحت على فوق، يعني تخلون الدقيق يختلط بكل النكهات ويشرب طعمها ويلزق بالدجاج. بنقلب الدجاج بنقلب الدجاج بالكورن فليكس، ما ابغاه يكون مطحون، لا كذا مكسر تكسير كل يد بدون اي اداه عندكم، لا بحقه النعم، يخليه لحد ما ينعم. وناخذ قطع الدجاج وعلى الكورن فليكس اللي هو مدقوق باليد مثل ما تشوفون، نحط القطعة ونكبس عليها بقوة، خلوها تاخذ كل الكورن فليكس هالشكل. شفتوا شلون؟ هذه القطعة الثانية. وبسم الله نبدأ. سخنا الزيت ونبدأ نضيف، طبعا قلت لكم ساعة بالفريزر طلعتها، والآن نبدأ نقلبها بالزيت الحار.